أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بالقارة الأفريقية خاصة المتعلقة بالبنية التحتية يعد ركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة. وأشار مدبولي إلى احتياج القارة الأفريقية لنحو 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية. يأتي انعقاد قمتنا اليوم وما تتضمنه من فعاليات وجلسات مهمة وبحضور الشركاء الدوليين بعد مرور 9 أعوام على تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية عام 2014، ليحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين أفريقيا والشركاء الدوليين بما يمكننا من إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية وتسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم. كما يأتي محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارتنا لا سيما تلك المتعلقة بالبنية التحتية كركيزة أساسية نحو تخطي التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063. استشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية إلى ما يقرب من 100 مليار دولار سنويا لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.